بديت تني يا علي، حرام عليك، انتوا عايزين مني ايه؟ انا ما صدقت هربت منكم. عايز تقتلني؟ حصل ايه؟ انت ايه اللي جابك هنا؟ انتوا عايزين مني ايه؟ عايزين مني انا كل اللي عايزه اعيش مع ابني من غير شركم. شر مين؟ ابنك؟ انت خلفت انت وراشد. راشد وفتون فين يا عسليه؟ انت هتبسل يا علي، ما انت عارف ان انا طفشت منه بعد ما قتل الحسن. وبعدين انت هنا ازاي لو مش هما اللي بعتينك؟ انا ما اعرفش اي حاجه عنكم. من يوم ما دخلت السجن لا اعرف عنك حاجه، ولا فتون ولا راشد. هما فين يا عسليه؟ فين؟ امال انت جيت هنا ازاي لو مش هما اللي بعتينك؟ ها؟ بعتوك ليه يا علي؟ عشان تقتلني؟ مش هما. امال مين؟ مين يا علي اللي بعتك هنا؟ انت بقيت قتال قتلة؟ ما ترد. جيت هنا عايز اقتل واحدة اسمها داليا. مين داليا دي يا عسلية؟ مين ده اللي عايز يقتل داليا؟ أنا. أنت بقيت قتال قتلة؟ عادي كده؟ مين اللي بعتك تقتلها؟ بس دي أختك. أيوة بقيت قتال قتلة. بعتني واحد اسمه سامح. فتون راشد فين يا عسلية؟ مراتي فين؟ عسلية مراتي فين؟ فتون فين يا عسلية؟ راشد وفتون فين يا عسلية؟ بطايقهم. مين عادل ده؟ ما هو راشد مسمي نفسه عادل. علي لو سمحت قول لهم بقى يبعد عن حياتي، ولو عايزين اي فلوس مليون اتنين عشرة أنا هديهم. يبعدوا عني. مايا داليا. الو. ايوه مختار. ايه مايا دك في ايه؟ علي كان عايز يقتلني، كان هيدبحني وانا نايمه. ايه اللي انت بتقوليه ده؟ علي مين؟ يقتلك؟ علي جوز فتون اختي اللي كان في السجن، سامح بعته عشان يقتلني. سامح؟ عليز هو سامح يعرف علي منين؟ انا ما اعرفش اللي وصل علي لسامح ابن مراد. الناس دي مش هتسيبني في حالي يا مختار. أنا عارفة إنه مش هيسيبوني في حالي أنا وابني، أنا مرعوبة. طيب هو عندك؟ لا عندي إيه بس؟ ممشيش غير مديته بطاقة فتون وراشد. طيب أنا بغير هدومي أهو ومسافة السكة وهكون عندك. خليكي مع شاهين وخلي فردوس جنبكم.
جيبي لي ميه لو سمحت. حاضر يا ميه. خدي يا قلبي، كل حاجه هتبقى كويسه. في واحد اسمه الصاوي، الراجل ده في طريق الصف، هديك رقمه تكلمه وتروح له وتتفق معاه على 10 رجاله بأي تمن يا عطف، بأي تمن. أوامر. جرى إيه يا راشد؟ إيه؟ أنت اتخبطت في دماغك؟ الرجاله دول هتعمل بيهم إيه؟ أخطف. إيه؟ تخطف مين؟ يا نسبتي السودة، هو أنت فاكر عسلية دي هي عسلية بتاعت زمان؟ لا يا أخويا، أصحى، دي بقت هان وشركات، دي ساكنة عند الناس الكبارات قوي. انت اتجننت؟ ما تتجننش يا راشد، ما تتجننش وتضيعنا. الكلام ده صح، اديني يومين اشمشم لك وافهم اللي حواليها. جرايه يا جدعان في ايه؟ وانا جايب عقرف وشها؟ ده انا هقعد اتكلم معاها. يا عم هي عبرتنا لما رحنا لها الشركه دي ولا بصت في وشنا؟ عشان كنا في الشركه وحوالينا ناس وهلم، انما لما اجيبها هنا ونقعد لوحدينا وافهمها ان انا بحبها واقول لها ان انا مسامحها على غلطه جوازها، تقوم هي كمان مسامحاني على غلطه الحسن، مش كده ولا ايه يا فتون؟ غلطه قصاد غلطه. هي ايه حكايه الحسن ده؟ انا معرفهاش. الباشا بيتكلم. حوار كده كده بعدين. الو، عايزك يا فتون. ايوه يا فخامه، عايزك يا فتون دلوقتي. والنبي كان على عيني، بس لا مؤاخذه يعني، اصلا انا ورشد في موضوع كده ومشكله ومش هقدر امشي. انا قاعد بشرب وفاضل في الازازه شويه صغيرين، على ما اخلصهم تكوني هنا. طيب 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 يا اخويا، حاضر حاضر، بالسلامه. انت مع السلامه. في ايه؟ سكران وبيزعق وعايزني اروح. تروحي فين يا وليه؟ انا مش قلنا بقى نبطل الشغل القرف ده؟ استقبلتي؟ بقول لك ايه، ما اقدرش اقول لا يا اخويا، ده عارف اولنا واخرنا واحنا فين وبنعمل ايه وهنعمل ايه. يوه، جرى ايه يا راشد؟ في ايه؟ ده هي ساعه الزمن يا اخويا، هروح وارجع، وبعدين ما انا قايله لك على كل حاجه، انت هتستهبل. شوفي عشر رجاله باي سعر، ما تفصلش معايا. اوامر.